واجيع مو بقول لك احسرك ماما عشوركش لقى جزئنا كثير الطريق بعيد جيجا شجع وانا اقول لك كيف كان عمك ابو زنب يمكن صغير كيف يا ابو زنب كيف اكنك لما انت صغير ايه مو دريك كان ابو زنب عضلات هذه الزندة ما حد كان يكمي تحديني او يعني عشان قوة ايه مو قول لك مقاكم بوش طريق سيارات ايه وبعدين وكنا هنا نتحمل عجر فوقنا من قرية لقرية طعم لك قراش اوه تتحملوهن فوقكم ايه وكان عمك ابو جنب يتحمل 40 قطنة عجر اقتنا عجر من على ذي ايه ما بي زيتك يا ابو جنب كنت تتحمل سوى الجمل سوى اه قلقى زيتك ما لم اقول لك 20 خلاص 20 قطنة وهذه يا ابو جنب عادي كثير دال السيط امانة كم عقلت بوز فوقك او على انت مكاره ماذا الحين شدي لك اخر كلام كونك اشوف ظهري عاش ولا طاحش صدق ولا بكيفك ايوه قول لي هكذا زي ما عشان كلنا قد سعيد ايان قدك سعيد هذا كان يرحم بل اسم انه كبير وانا كونك اشوف اكثر منه كونك اطلع جبل وانزل جبل خلاص يا ابو شنب ما يهمك اخبرت كم مشتيك هي عادل لك واحد قال وملقوف هي قوم جزعنا شرق علينا ما قلنا انت يا ابو شنب قافتك عطب زيادة هيا زعمل اكذب عليك بسم الله الرحمن الرحيم وما عزيز الحجر الام سمى ترجل فوق لا اله الا الله اللهم الحمد الحمد لله السلام عليكم يا شيخ مسلح وعليكم السلام ورحمة الله هيا وانا انت ايام من حصلك ولا شيء نوليك لا مو يا شيخ مصلح لا مو انا موجود مو تحتاج ما بلا ما الحسرك شذي امقنا الله امقا شلوك الجنقة تولك تشتغل انا واللي اشتغل يا شيخ مصلح والله ما بلي جالس بالبيت انو انت مو جالس بالبيت ولا عيلك عمال من شنسك شلبارين مو من عمل قنت التعين على ايام ما بوش مهره حتى بمفرس يا جاك هذا ايه بعد هذه ايام نشد مهر والدنيا عادش الا قهو استغفر الله عظيمة اه ولا عليك مش عيد مع عمال وطلبك الله معه فالحين يا ابو جنب قل لي بصدق يا خي جاهز على طول نفس نرجع طلقه ايه يا امو امي عقل بيسلي الله على ربك قل ان شاء الله لمو اقول ان شاء الله اكيد بيس بجيب نولي نشتري بقره ورجعنا يلا هي وانا اجي عبدو خام عبريق هنا قال لك مسعد اصحابنا ما يشيش احد يكون لقمة جنبه وعندها مدرنيك لما قادرك ولا شيء مو اقول لك يا شيخ مصلح قبل ايام فكرك قلك عين مسعد يديلي بي السلف حق فيزي نعم بعد ما قال لك لما اسئلكو قال ما فيش معه عادو محتاج يزيد مني قالت أمي أبو الربع طيب اسأله ها والربع ما قال لك والربع قل كله يطرح عنده يروح رجع قنا ليت والله وأنا مسؤولك لو ما قال لك الربع قال ولا يمتلك حاجة لكن مشان أمي شدي لي 20,000 يمني ولا بيع له الأحوال بيع معيش شراه كان أقول مو هكذا كنت معقد منهم يا ربي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أصلاح لي كم الساعة؟ نقول لك الساعة 10 سوا نفس حقي قل كنا حقي غلطانة أيوة الحلا وسيب العصا وبك يا أبو شنب هم كلهم سوا توقيت سوا يا تاجع بس أنا قل كتأكد لما قلوني أنت الحين ما لو أنت لموت السعلم تعرفنا إنا عرف
قولك هذه الصورة الطيبة هذه مش من هذه البلاد. آه مو دام انك ذكي وعارف صورنا احنا سارحين نعي لنا بغيره. الله الله والحاب باين عليك طايع والدك. الا طايع والدي لكن قل لي بمحظي هلا. مش معقد ما بلقى اجربكم معشيش احرق نفسي مرة ثانية. خلاص ولا يهمك ما دام حصلك مسعد انا شكل نوخي نعد اشتحي مني علشان امك لاني محترمة. لمن لمن وابي مو كنبه ما ابوك الله يرحمك اكو امات اكو جماله وطيبته كان معه الله يرحمه بس امك زعمل عادي حي احنا ندير من الحي نذكر باحسان واخلاق واحترام. جزاك الله الف خير. يلا انا ساذنك مع السلامه وسلم لي عليك. قول لعمك عمي مصلح بالله السلام. يبلغ سلامك ان شاء الله. سبحان الله اديني ربك لا فريقك من اجل دينك بقره. دالي بقره من لك بقره ولا معك بقره بجيبها. اضحك شوي شجعنا. انت يا شيبه تقلب ضحكه. اقول لك انا عملي ابيع بقر لكن مو من بقر ذكيات. انه انت ملتقول قاهم بقر مو من ذكيات. انه شدي لك بقره متعلمه تولي تلتعين وترجع تتروح لبيت من نفسه. مو بقى انت ملتقول. هم نقول لك ذكيات ونقابل حليب تجي لا عندك من نفسه تحلو به ترجع لا ذوته. الله الله على بقى الحلاء نفس بقى الحق في الكرتون. ايوه وتبول وتطفع بمعيد وتجسس موته نظيفة. يا الله ما شاء الله مالي أمانة أدي له مطر أمانة له الحمد ربي الحمد لله. الله ملك الحمد ما كريم إلا الله وما عظيم إلا الله. خلاص الناس أنزلي على نقل بقر مع أبوش بعشر روح هيا ساعة ما بيحدى ساعة ربع ساعة وإن الدنيا نعمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحلع خلاص الله على مشوهم. استغفر الله العظيم. الله ملك الحمد يا ربي لك الشكر. اين ندي مطر قالوا خلاص خرب الدنيا طيح اقدره شمال هذا وين ما ديش قالوا يبسنا نعناع الناس هذا كيف عفى لهم ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والقائم عزيز والقائد افضل. حياك الله. هي تفضل ندي ندي لك صبوح ندي لك. سلام يا عم مصلح ما بلقي نشوف الصوره هذه الرضيه بس. والله يصلحك ويصلح عملك. مالك كيف انت كيف امورك؟ الحمد لله ما نسال عنك انك كيف انت كيف اخبارك؟ والله ما حد يشوف مني مالي الحمد لله نحمد الله نشكره. مالك انت قل لي كيف اخبارك كيف العمل؟ يا وانت هذه ما عادش بقره زيد قول تزرع وتطعم لنفسي. لا لا مش لهذه الدرجة ما حد يقول قاي كذب. يا ابو جنب جزعنا اللي قمعوا فيلم كشتون. يا ولا ابو علي صدق ولا بكيفك انت الخسران. اسمع اسمع عشاقي كمال او زيد. والله انت اخبز لا انت مصدق انا ما ايش مصدق. رجع ابو بجاب حقرب رجع. هلا مو نقعك تصيح مو دستا جي اللي ذاهب منا غسادقة بين كل المواصفات. الله المستعان ها وش اكذب عليك. هي جزعنا سوا نولي بيتك. لما ما عادك تتعب نفسك بكرات القليلة لا هنا وشليكي ولا جدي على لا بيتك ولا تتعب ولا في. والله الحمد لله بخير والعمل ما قدرنا نكافي الزباين طلبات. بلى ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك. امين امين واياك ان شاء الله. ما دمه معك عمل على هذيك انت بزوج ولد هذا معك يطلب الله. من هو ذا ولد؟ هذا صغيرك شغله معك ما كانت تدفع البوخر احسن ما يقصروا فرق على هذه بقريه. من قصدك صغيري؟ هذا شريم نصار مندري وسيم نصار ما عارف كش منو وزي يفعل بو خير واللي يطلب الله معك. ما لا مو يشتغل عندي. ايش شغل عندك اي اعمال ماشي عندهم مش الشغل حيجي راس راس كراكين يمسح العلاب ينظف هذا مو خلاص تاسس عليك. قال ما بكش اني يشغله احنا ما عجبنا نشرع البيت ابدا كل واحد ينفع الثاني. لا خلاص اديه تمام للقريه انا ابو جنب
من قرية إشراقة الصباح. خلاص خلاص ما أعرف ما هذا. اعرف الدين عندك لبيت هو هاد دبيات هاد دبيات. هو باغ أنت لمحصل قني بال. لمو ادي لك بياس قول ادي لك عربون. تمام تمام على لحد ما لها تدع عربون عربون يا مو هذه 100,000. انا تمام تمام مية مية حالة يا هو باقي انت شديد تا طيب صورتك بالناس. لكن ما قلت ليش مسمعك. انا اسمي البنس بعدين يعرفوني هنا كلهم. تسأل اي واحد يسموني البنس ملك البقر. خلاص اتفقنا بكره بكره يلا ها انا ما تنتبه لي عندك باب حغفين يلا تم امشي ما طلعش كذاب عيب الله المستعان يا لك دع كذاب بهذه الصوره وصوره رضيع اقول لك يا عم مصلح لا تتعب نفسك ولا حاجه علشان وسيم هذا ما هوش حق عمله الا ذنقى شغلنا من اول يا مش حق عمله انت مدرك بزو وجربوا عينكم ما حرقوا على اللي يفعل ما حخلك متعلم او على انتم ما تجيش ما حيشي مع احد يا عم مصلح هذا لو كان عندهم اهل دراسي ولا يعرف كمبيوتر كان حلو ما في الا حماله وما شرضيش كانوا هكذا ما لا شرع جربوا لك انت ايش تحكم علو يا عم مصلح اترك فعل الخير ما تلقى شر لا لا انت بهذه غلطان يقول لك فعل الخير يكافيك مصارع السوء على ربك انا مستعجل ما انا مو تحتاج اي خدمات انا استاذنك الله مع السلامه الله ما حفظ قلنا لها دراذين اي خدمات لما تسالوا اي حاجه قال ها اطلب غيري اقول بطلوا الحكايه هذه وسكت سكته تعالوا حرقوا شبوسكم يا الله سقنا الغيث يا الله عطشه قي عطشه ماذا لي هذا ابو شناب صباح الخير وابو شناب صباح النور هيا بشرنا كيف الامور طيبه حصلك بقره ملي مو ابشرك مو اقول لك عادي هنا مراعين لي لما توصل ها لمو عادي متاخره ما تضايقش معاك ولا عادهم يفصلوا لها كسوه لانها حريوه يا ولد قد تتوبى غير حقك هذه اسطورة دايم مو بيضحك وانت مدرك ببغرة قريبي المليح بطين انت اشتعين عمك ابو شنب مشدي من بغرة ما ابوش مثل بشراقة الصباح كله صباح النور هي انشرح شجع شارح المدرسة السجل ومالي وانت ما عادك تدرس مو تشتابي كيف مش تشتابي اتعلم الله 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 يا ابو شنب وانت شدالك بقرة من جد حق الناس ومشيك حالك هي انت والناس هذو ما يعرفوش يشتروا حقهم البقر كلهم بقر كيف يا ابو شنب حقهم البقر كلهم بقر هو حقك مو هي كيف حصلك هي بقرة ولا لا لا يا قريبي عاد انا ما حصلكيش عاد انا حطوك الا عربون انا هو كيف قا عرفك وما عسيكيش ما بلا لاخوك البرنس ملك البقر صدفة على الطريق اوه يا ابو شنب انا ما سمعك اول مرة طول عمري ما سمعك اني مع البقر ملك ايه وقال ان معه بقر ذكيات وتفتح الباب تولي ترتعي لا وقت حليب تروح تحلب ترجع ترتعي هي ارجع تروح افتهن ولا اشتغلك مع ابوك بيع وشراء احسن من الدراسة ما هو شيخ بس قل ابي يرضي ايه هامش يقول مثلك هو ما درس ولا شيء اكو تاجر كبير احسن من اللي تعلمه اي والله ان كلامك صدق ارجع تروح ايه تروح ودعك لي حق النصيحه تمام شكرا لك
العفو العفو، على مو تشكرني. يلا مع السلامه. الله معك. ايه يا مشيت شي تنجح فيه كله تجاره وشرقه هذاك شي تعلم ابنك. الله بعدك. احنا منك من زاد غاب وشرب ولا تتمهر رجلك علي. هامو ونظاف وما تبوش لا تحت مثل البقر هذو. ما تبول الا لبعيد نظاف وتسمى البقرة الذكية ولا يملكها الا ابو شنب. ايه 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 ما يملكش ما يملكش احد الا ابو شنب. انه قال العقل عقله وعقل البقرة سوا. قل له بطل اللغافة قريبي تشجعي لما تجي يعدين اسمع على قصك وراح اقر بعيد تبدل دولي حليب الضحك حقا غادي بطله الله ما اطفحه الله ما بدل ما الا على ذي ابا غير الا حلا واللي اقول له الشيخ مصلح اقول له نجمع الناس نستقبل ابا غير حق ابو شنب يلا اضحك اضحك انت خلي عقلي يلا يلا الله معك الله لا لا وفقك يلا شعجل ابا غير حقك يلا تحلب لنفسه ايه ايه تبون لحالي تبون بحمام تجي اكتروني ايه 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 تومتك تومتك ايه يا ولد الروح افلسك حقنا ما احنا دارين جيب يأكلوا هنا غيرنا واحنا ما نتعاملش لا نبصر هنا وما انجازت ولا يأكلون هنا على قلعتك بسم الله. اوه مرعلي وش شاقع شاقع هذا مو تشتاه جي 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 انا من امس تقول لي بعد لي فرزك بعد لي فرزك اطعم اطعم مور تصرع عادي قول لك عادان مور ماشي حلا هذا اخوك ضروري كبرين والله ما هذي من تب انا لا اقول لك بس انتم ما تشجوا هنشي كبرين نستفيد كلنا ما هذا والله ما هنحلاشي وانت اشترى لنا من السوق بالحين لمو داعك لمو تشتي مني مشتي منك يا ابني مشتيش منك شي بس اللي قالوا قابو تسجيل بالمدرسة ايوه الا قابو هلا مو ساكت لمو ما تقول لي ادي لك بيس ولا تسجل ها الا اقولك لمو عاد انا اغسلك وتعب نفسي من غير فادي بالحين يا عم ابو شنب كيف فعلتنا ما لمو قول لك والله ما انا داري كيف وغعبي كيف ما انتش داري زعم انك جاهل اضحك عليه ما له مو عباقي الا تقوم تضربني ساعة جاهل لا لا يا عم ياسين عليك تفدي راسك ما بقول له قول كيف اضحك عليك وانت ابو شنب ما هو سيد قول المثل غلطة الشاطر كبيرة خلاص حصل خير يعوض الله هاو الا مو عباقي خلي علي وانا اشفع لك سند وانت تكبد لي كيف ما افتهم لي مو غالك تخسرني وتتعب نفسك من دون فايدة ايه قل كل ما ادرس وانا محتاج وظيفة اشتغل معك بالتجارة ها شاقي ابني رجال ايه انا رجال نفس ابي مش عيد ولا كيف ما درس ولا حاجة ايوه صح لكن قل لي انت عرف هذا الكلام من نفسك ولا من اللي قال لك ايوه كلهم يقولوا لي هكذا ما بل انت امي تقول ما بل اتعلم وكمل دراستي اها قال نصحوك كلهم ما ايوه كلهم نصحوني حتى الربع والربع مو يشتي لما يكسع عليك لما ما يخليك تكمل الدراسة مشتي مشتيش مني حاجة ما بل عقل يحبني هذا يا ابني ما يحبك لا هو يحبك شو قول لك كمل تعليمك خلاص خلاص ما في مشكلة معاي يحتاج سند تروح دور بقرة دفع كل اللي معك وانا شغل لك الباقي ان شاء الله ان شاء الله ربك كريم يلا انا تستأذن قصير يلا مع السلامة احنا غدا سلام سلام هذا اول بالثلاجة
اللي يحبني قل لي أتعلم. إيه يا ابني، التجارة تحتاج واحد متعلم، مش واحد ما يعرفش حاجة. متعلم حاسوب، متعلم كمبيوتر، عنده دبلوم تجارة، مش أمي. أوه هكذا، وأنا مدريني. أيوة يا ابني، العلم سلاح، تحتاجه بكل المجالات. يعني التعليم واحد يحتاج كل شيء، وأنا مدريني. سيكمل الثانوية وادخل كلية التجارة. الله يوفقك يا ابني يا شطور. أيوة هكذا يا ابني، هذا هم الشاطرين الذي يفهموا الكلام الذي ينفع. الآن هو اللي سجل. أوه أوه شلك لك بيس من عند أمك وولك. تمام أقول لكم، ها أنتم جسم هنا، قال لكم أبو شنب ضروري يحتاجكم ضروري، ها مشتش واحد ولي كذا ولا كذا. يلا يلا تمام، هنا جلسون هنا جلسون بين الضلالة. يلا يلا على كنا بسرعة، أنا شو اللي صيح لأبو شنب وحطوا يجي لهنا. يلا اخطب اخطب بسرعة. هيا هيا يا أبو شنب، السلام عليكم. وعليكم السلام. كأنهم مجتمعين هنا قالوا مدري مشتم منك ضروري، وانت جالس لك كلك لك سكريم ساعة الشبه. هي حوالا مونة نغا كنا نرجو لك بابا قابر عادك، ما انت اللي شبه تعم شديدك حرام ما تلقوا ما اشتيش الا نفسك. لا عيب مثل ما اشتو منك كنا مراك مجتمعين. انا قبل شوية قلق تشتاه اشوقك بعيونك وانت تدخل اشتي سكريم. الحمد لله يا عم تراحك امس حلو. وي جماعه ذو ابو شنب بقى ذو وصل. هيا مو يا ابو شنب، ماذا الحين انهم حضرهم زي ما قلت. كيف يا غربة؟ انا اقول لك تصيح لهم يحضرهم. ايه وزعم يا ابو شنب، لمو قالك نجتمع؟ مو بو معك نستقبل. ما لو انتو تصدقوا هذا المجنون. كيف يا ابو شنب؟ وانت قالك لي اول اللي تحيلهم عشان يجوا يستقبلوا حقك البقرة ترجع تنكر يا رجال عيب عليك. هيا ولا ذروه الا تتقى ابو جناب، قلنا كيف الوصف حقك هذه البقرة؟ ما اقول له شكلك حلم صح؟ قل لهم قولوا ما قلكم، ما بش عندكم حجة. اقول لهم ما غريب الا هذا مكسور ناموس. اقول لك يا ابو شنب اهدى، مو من مكسور ناموس. مو بينكم مو بينكم ما اقول لك ما تغلق لك معهم يا جماعهم. ما اقول لك ناقص لا تعلن الا بمقرفون. انا مكسور ناموس. مو بالله انت يا ابو شنب قال لك عندك بقره مواصفات غير مواصفاتها على غير حق الناس. تعملوا لك زيز. لا تعملوا لك زيز كل اللي بصمه. الله تخرج حيك بعدين الله فكوني 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 بعد المشكيرات. اتوماتيك 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 شتي تحلب لنفسي. انا اشتيجير اشتي قديم مشتي اتوماتيك. اقول لك متى يا ابو شنب، متى فعلك مع ربع كيش؟ رجع جاهل ما تعرفش هوني عمال، من صدق السفان صار قتيلهم.